بكل شيء تحدث عنها، فكان موقفهم تجاهها كما قال ربنا ويسلمون تسليما. فلما جاء العلم وكشف عن حقيقة ذكرها القرآن بدون أن يتكلف المتأولون اليوم كما يفعلون، وإنما إذا عرضت الحقيقة العلمية على نص القرآن وجدتها تتماشى ويعني تتفق مع هذه الآية الحقيقة العلمية كما يمتزج تماما السمن والعشر كما يقولون اليوم، ليس بشيء من طرق التكلف في التأويل كما يفعله المتنطعون الريبيون الذين يريدون أن يظهروا القرآن الكريم ككتاب فلك أو كتاب جغرافيا أو ما شابه ذلك. وأنا أضرب لكم مثلين متناقضين تماما. مثلا قوله تعالى في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة، هنا يبدأ الاستشهاد. وآية لهم الأرض الميتة، أول شيء ذكر الأرض التي نحن عليها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس، بدأنا بالقمر كما بدأ في الآية، الآن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تجد هنا لفظة كل تدل العموم الشمول، وقد ذكر ثلاثة أفلاك بدءا بالقمر ثم بالشمس، بدءا بالأرض ثم الشمس ثم القمر، ثم شملها ربنا تبارك وتعالى بقوله وكل في فلك يسبحون. فالآن ليس من الضروري أن نفسر كل فقط بالشمس والقمر اللي هن أقرب مذكور لهذه الكلية، بينما ربنا عز وجل أول ما بدأ بسوق الآيات الكونية بدأ بالأرض ثم فذكر ثلاث أشياء. فحينئذ كل في فلك يسبحون يشمل هذه الأشياء الثلاثة، وهذا يطابق العلم. ولا نقول نحن هذا تكلفا في التأويل، حاشا، وسيأتيكم مثال التكلف في التأويل، سيظهر لكم الفرق بين هذا المثال الواضح في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون والمثال الآخر في قوله تعالى في سورة المزمل: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إيش هذه؟ هذه أشعة كانوا يسموها روتينيا قديما، أي نعم، هذه الأشعة، هذا هو التكلف في تفسير الآية. لأن الله عز وجل أولا يتحدث عن عاقبة هؤلاء المجرمين في الآخرة، وأن هذه النار لا تمس ظاهرهم بل تصل حتى إلى سوداء قلوبهم. فهذا تكلف في تفسير الآية من أجل أن نقول ها القرآن
أشار إلى هذا الابتكار الذي حدث في العصر الحاضر. وهناك نكتة يرون عن الشيخ محمد عبده، ما أدري والله تصح عنه أو لا تصح، وهذا الثاني هو الذي أرجوه لأن واضح أن فيها منتهى التكلف. زعموا أنه كان في مجلس فيه اللورد كرومر الإنجليزي الذي كان حاكما في بريطانيا مع الأسف، فقال لمحمد عبده أنكم تزعمون أن القرآن ما ترك شيء تتحدث عنه، فهل هناك في القرآن الكريم نعم فحم الكوك؟ قال نعم وتركوك. نعم فحم الكوك والآية تركوك قائمة. شو جاب هذا لهذا؟ أظن أن هذه مفترات لكن هي نكتة وفيها بيان التكلف في تفسير بعض الآيات لكي تتطابق ايش مع الاختراعات العلميه او المبتكرات الفلكيه الجغرافيه.